جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، أحط فيها اسم مصر. جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تمل صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تمل صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون. إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي. تحيا مصر تحيا وعيونها تمل صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر مساء الخير عليكم يا صبايا، ومساء الخير عليكم يا شباب. تحيا مصر، علينا المزيكا. عالية قوي بقى عشان احنا كل الناس دلوقتي مستنيانا، وكل اللي ما كلمناش امبارح هيكلمنا النهارده. النهارده اخر يوم لينا في الاسبوع. تحيا مصر تحيا وعيونها تمل صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب. ممكن نعلي خالص خالص خالص. لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تمل صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. النهاردة آخر يوم في الأسبوع، النهاردة آخر يوم هنلتقي لغاية ما نتقابل على خير يوم السبت الجاي. بكرة آخر يوم في العرس اللي احنا بنحضره. النهاردة شرفت ان انا نزلت الانتخابات في محافظة الجيزة.
أنا ما عنديش أي حاجة تخليني أكذب أو أتملق أو أعمل أي حاجة، لأن أنا واحدة مقتنعة طول عمري طول عمري إن اللي ليا واللي في ظهري واللي سندي هو الله سبحانه وتعالى. ولكن اللي أنا شفته النهاردة ده كان مشرف زيادة عن اللزوم، تنظيم والأمن والأمان ومفيش أي حد اختلف مع أي حد في أي حاجة، وكل الناس بتدخل ملتزمة. مش عايزة أقول حتى المستشارين قاعدين شيك جداً، والموظفين شكلهم شيك قوي، والمدارس كلها شكلها نظيف قوي، والناس فرحانة قوي قوي، لأن زي ما قلت لكم الناس مدركة إن الانتخابات يعني إحنا مستقرين، الانتخابات يعني إحنا ما عندناش مشاكل. كمية الناس اللي نزلت كانت مفرحة، ومش عشان أنا في قناة هي، ولكن الستات كل لجنة قدامها، أنا عشان لسه راجعة طبعا جبت لهم ماتيري لسه بيعملوه فوق إن شاء الله بإذن الله نشوفه النهاردة. إيه كم الستات ده وإيه كم الفرحة دي والزغاريت، وزي ما بقول لكم زغاريت ليه؟ عشان إحنا مستمرين، إحنا مكملين مكملين. عارفين أنا بحب أغنية تحيا مصر تحيا دي ليه؟ عشان بيقولك تحيا مصر مهما يجرى لنهاية الحياة، مهما يجرى لنهاية الحياة. مهما يجرى يعني إيه؟ تأخرنا اقتصاديا، تقدمنا اقتصاديا، جالنا حرب، جالنا كورونا، جالنا جالنا جالنا، إحنا مستمرين، إحنا عندنا هدف وهنكمله. ممكن بلاش رشز دلوقتي لغاية ما نخلص المقدمة عشان أنا لازم أوصف اللي حصل. عايز أخدكم كده في رحلة صغيرة. أنتوا أكيد نزلتوا وعرفتوا، النهاردة هتكلموني من كل محافظات مصر برضو، نسلم على بعض. كل اللي ملحقش يكلمنا امبارح، احنا عاملين الحلقة النهاردة عشانه، يعني كنا هنطلع نغطي الانتخابات ونكمل، ولكن قلت لهم لا، احنا في ناس كتير قوي قوي امبارح كانت عايزه تكلمنا ونسلم على بعض وما قابلتهمش، فلازم اقابلهم النهارده، ولازم اشوف مين انتخب ومين ما انتخبش، وبكره مين هينتخب. بكره اخر يوم، بكره اخر يوم نقول العالم كله احنا مين، بكره اخر يوم نقول العالم كله قد ايه احنا ناس متحضره وفاهمين قد ايه صوتنا مهم. احنا شعب 130 مليون 140 مليون معرفش بقينا 150 مليون، لازم نقول صوتنا، لازم نحدد مصيرنا، لازم نقول للناس ان نسبة الحضور او نسبة النزول دي ان احنا مؤمنين جدا 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 ان احنا لازم نكمل المسيرة، لازم نبقى ايد واحدة ولازم نبقى صوت واحد. لغاية ما هستنى تليفوناتكم وعايزة اسمع التليفون بيرن، افتحوا لي التوك باك اسمع التليفون بيرن من كل محافظات مصر، نغني تحيا مصر مع بعض لغايه ما نتقابل يوم السبت الجاي على خير. مقدمه لكم ان شاء الله موضوعات عند حسن ظنكم. عايزاكم تقولوا لاصحابكم ولقرايبكم ولاهلكم ان انا بقيت في قناه هي، لان اكيد حاصل خلط. ساعدوني ان احنا نعمل اكبر كم من ان ناسنا واهلنا يبقوا معانا على قناه هي، وجمهوري يرجع لي باذن الله. التليفون رن، التليفون رن. نشتغل رشز لغايه ما ناخد التليفونات، وحد يقولي التقارير نازله امتى. جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. بص 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 الشعب المتحضر والطوابير اللي واقفة، ولا حد بيزق حد ولا حد بيعمل حد ولا حد أي حاجة، كله رافع علم مصر فوق وكله مبسوط وكله بيزغرط وكله بيحب بعضه وكله صوت واحد وكله نفس واحد بيقول تحيا مصر، تحيا مصر بصوت عالي جداً. احنا عملنا النهاردة مشهد مشرف جدا جدا بيقول تحيا مصر بالأفعال لا بالأقوال. بصوا بصوا النظام، بصوا النظافة،
بص محافظة، انا بقول محافظة الجيزة عشان انا يعني ما اقدرش اقول حاجة ما شفتهاش، عشان انا محافظة الجيزة، لكن اكيد محافظة القاهرة عملت شغل كويس، لكن محافظة الجيزة النهاردة ابهار. يعني انبهرت والله، ايه ده، ايه النظافة دي والنظام ده والتحضر ده والسلوك المنضبط ده، ايه ده. احنا عندنا بقى من اسكندرية، دي مشاهد من اسكندرية واسماعيلية، عايزين محافظة الجيزة اللي انا كنت بتكلم مع محافظة الجيزة، حطيت لي اسكندرية ليه؟ طيب انا بتكلم مع محافظة الجيزة، بس بص اسكندرانية حبايبي جمال واسماعيلية، وهات لنا كل المحافظات، كل محافظات مصر النهارده، لو جبت لكم فين النظام والتحضر والجمال وستات. بصوا انا بقول لكم النهارده الست المصريه عملت دور اجدع ناس في الدنيا. الجيزه اهي، بصوا يا جماعه الشياكه، وبصوا الجمال، وبصوا النظافه، وبصوا الناس قاعده منضبطه ازاي. ايه ده، يعني احنا نقدر يا جماعه نعمل كل حاجه، والله العظيم احنا نقدر نعمل كل حاجه، وكل حاجه جميله والله العظيم، والله لما بننوي نعمل حاجه بنعملها والله بجد. بصوا الجمال، ورينا يلا فيديوهات اكتر. عايزه لفلي بقى محافظات مصر بالراشز دي، نوري الناس الجمال. الاقصر ادع ناس، وحشتوني قوي. يعني وريناكم الاقصر، وريناكم الاسماعيليه، وريناكم اسكندريه، وريناكم الجيزه. فين تاني يا احمد؟ عندنا فين تاني؟ قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه شرقية كتيرة في وسطهم خط ونسر. بص أجدع ناس طبعا، مش عشان بلد غرباوي بس يعني أنا بحبهم. بصوا النظام، بصوا المنظورة والجمال، بصوا النظام، بصوا النظافة، بصوا الجمال، بصوا الإقبال، ده تحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا المصريين، يحيا الشعب المصري، والله العظيم احنا عظام. بصوا ممكن يكون بالنسبة لكم اللقطات دي اتعادت في البرامج كده بالنسبة لكم عادية، لا ما ينفعش تبقى عادية، لأن احنا بصوا محافظين على نظافة المكان، والناس ماشية بنظام، والناس جميلة مع بعض، وكل الناس مبسوطة، القليوبية اهي بصوا، وكل حاجة في غاية النظام والجمال. بص وفي مليون اتجاه مصر البحر الأحمر. بص ادي المصريين، ادي المصريين العظام، ادي الناس العظيمة اللي لما بتنوي تعمل حاجة بتعملها، ورجال الدين من الإسلام والمسيحية موجودين، والمساجد والكنائس والمصانع والشركات والأحزاب وكله، وشباب الست المصرية النهاردة. أنا كل ما أدخل لجنة، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ وإيه اللي الست عملته ده؟ وتلاقي ست مش قادرة تمشي، وست عندها 80 سنة، وست متقاعدة، وسويس. بصوا الجمال، ايه ده؟ مبسوطة قوي ببلدي، قوي قوي قوي، وفخورة قوي. بصوا الجمال، بصوا الأعلام، وبصوا اللبس، وبصوا النظام، بصوا الجمال. القاهرة، بصوا القاهرة بقى، ما تسيب لنا شوية صوت طيب، عايزين نرقص معاهم. وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية.
وفي مليون اتجاه، مليون اتجاه، في الشرقية وفي الأقصر وفي الوادي الجديد وفي البحر الأحمر وفي الجيزة وفي القاهرة وفي كل مكان، في الدقهلية وفي الشرقية وفي الأقصر، في كل مكان، في كل اتجاه. فعلا فعلا احنا قلنا تحيا مصر النهاردة في كل اتجاه. فعلا بصوا الإقبال والجمال، بص بورسعيد، يا سلام يا سلام على الجمال. بصوا الستات، بصوا الستات، بصوا الستات. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط وناس. تحيا والله، تحيا الست المصرية، تحيا الست المصرية، تحيا الست المصرية. بصوا 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 الستات المصرية وجمالها، والله انتوا اجدع ناس. بصوا الست على راسي، والله اللي انتوا بتعملوا. بصوا 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 الجمال، بصوا واقفين باطفالهم. بص اتفضلوا. عروسه لابسه طرحه، ده فين؟ مش شايفه، مش شايفه. طب ليه مش بتجيبوا لي هنا كمان؟ رايحة فين؟ مالها؟ بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد. التليفونات بترن ولا ايه؟ بتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صاحية، وعيونها في كل. عايز اعرف مين انتخب النهارده ومين نازل ينتخب بكرة؟ مين انتخب امبارح؟ بص محافظات مصر كلها معاكم. بصوا بصوا الجمال، بصوا الإقبال. أنا عمري في كل الانتخابات اللي حضرتها في حياتي ما كانش في إقبال كده، إقبال لم يسبق له مثيل من قبل، إقبال غير طبيعي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن بقى عندنا هذا الوعي. بصوا البحيرة، يا سلام. بص بص بصوا البحيرة قد ايه ناس، بصوا والله يحيى شعب مصر، والله يحيى شعب مصر، وتحيا الست المصرية والجمال المصري. بصوا النظام، بصوا النظام، بصوا النظام، بصوا النظام والجمال. بصوا انتوا جمال ازاي وعظام ازاي، بصوا جمالكوا، انتوا احلى ناس في الدنيا والله. بصوا شايلين شايلين عيالهم ورايحين بعيالهم، واقفين في الطوابير، واللي شايل بيبي، واللي معاه ابنه الصغير. تحيا مهما يجرى لنهايه الحياه. عايزه اسمع تليفوناتكم من كل حته في مصر، نقول تحيا مصر مع بعض بصوت عالي جدا. اخر فرصه لينا النهارده، اخر يوم في الاسبوع، نقول تحيا مصر بصوت عالي قوي. وانتوا قلتوها خلاص، انا بالنسبه لي اللي انا شايفاه ده واللي شفته النهارده لما نزلت، انتوا قلتوها خلاص، قلتوها وقلتوها قدام العالم كله، واحنا راسنا مرفوعه جدا. ولا تقولوا علينا بقى زعلانين ولا متضايقين ولا لا لا لا، احنا زي الفل، احنا زي الفل، ومحدش بس ليه دعوه بينا، سيبونا في حالنا، احنا جمال مع بعض كده، احنا مبسوطين، احنا مبسوطين مبسوطين، وهنكمل وهنكمل وهنفضل واقفين على رجلينا رغم انف الجميع، وهنفضل مكملين في ايد واحده وصوت سوهاج. بص بصوا النبي، بصوا النبي، بصوا النبي اكبر كم ازاي. بصوا الصعيد، بحبكم قوي 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 قوي. بص بص الجمال، سلام على الصعيدة، سلام على الصعيدة. تحيا مصر، تحيا مصر. للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي يعني. وعيونها في كل ناحية. طب ما أنا بقول لك دخل بس، يعني لازم سوهاج تاتا، يلا يلا على جمالهم ده. لنهاية الحياة.
يا نجلاء. الو، اهلا وسهلا، نورت الشاشه. مش بنورك والله، بنور الصعايده. اخبارك ايه؟ رحت النهارده الانتخابات. برافو عليكي يا جدعه يا جدعه. وبدور، كنت على القناه ليا اسبوع على كده. لقيتيها ولا ايه؟ ايوه لقيتيها. ايوه لقيت. خير وبركه، الحمد لله. الحمد لله. تحيا مصر يا نجلاء. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ماشي. بصوا طنطا، بصوا النظام، بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الاحتفاليه، معلش ركزوا ركزوا. انا ماليش دعوه انكم بتاخدوا الحاجات دي تتذاع في القنوات كده عادي، لا انا عايزه اركز، عايزه اركز في التفاصيل. بصوا بصوا الاعلام، بصوا الناس ماشيه ازاي، بصوا التنظيم، بصوا بصوا الناس مصممه تنزل ازاي، بصوا الاعداد، بصوا الاعداد، وبصوا الشباب والمراحل العمريه، ناس كبار وشباب وناس في الأربعين والخمسين وكل حاجة، من كل الفئات، من كل الفئات. مين؟ حنان. ألو هناء، ازيك يا هناء؟ ازيك يا مدام ريهام؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ انتخبتي ولا ايه؟ انت عاملة ايه يا حبيبتي؟ انتخبتي ولا لسه؟ لا بكرة بإذن الله. اوعي ده آخر يوم. لا بكره باذن الله هنزل انا وبناتي كمان. خلاص اخر يوم موعديني بقى باذن الله. مبروك على القناه يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تحيا مصر. يا رب. تحيا مصر يا حبيبتي. انا امبارح شفتك والنهارده، انا بالصدفه شفتك امبارح. هتشوفيني بقى كل يوم، سبت حد اتنين، سبت حد اتنين، شغلت على طول. بشكرك جدا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها وفي مليون اتجاه. مين؟ وفاء من البحيرة، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذة ريهام؟ ايه جمالكوا ده يا وفاء؟ ايه الفيديوهات الجميلة دي؟ وايه النظام ده؟ وايه الجمال بتاع البحيرة ده؟ انا بحبك والله يا استاذة ريهام. ربنا يخليك يا حبيبتي. نزلتي ولا لسه مع الناس الكتيرة دي؟ اكيد اكيد نزلت. نزلتي، برافو عليكي، برافو عليكي. وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله نبقى احسن بلد في الدنيا باذن الله. باذن الله. وهتشوفينا كل سبت حد اتنين الساعه 9. انا متابعاكي اصلا من زمان يا استاذه ريهام، ووراكي وراكي ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. نوره من بني سويف، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذه ريهام. ازيك يا نوره؟ ازاي حبيبتي؟ عامله ايه؟ بحبك قوي. وانت كمان. انا بحب بقى كل الصعايده، بحبهم قوي 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 قوي. قوي. احنا بنعشقك جدا جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انت صغيره صح ولا ايه؟ اه. اللي مش هتنتخبي بس هتقولي معايا تحيا مصر. 21. تحيا مصر. تحيا مصر. اكيد طبعا. 21. طب ما تقدري تنتخبي. ايه؟ انت عندك 21 سنه؟ اه. طب يعني تقدري تنزلي تنتخبي؟ اه نازله بكره. اوعي. اكيد طبعا انا متجوزه برضه. طيب. وجوزي نازل. خلاص ان شاء الله بكره ان شاء الله باذن الله عشان نعمل ارقام مبهره باذن الله. تحيا مصر. بس بعد اذنك يا استاذه ريهام عندي طلب بس. طب ممكن الطلب نرجع الكنترول روم نقول الطلب؟ اي حد ليه طلب يرجع الكنترول. ام ميدو. ام ميدو ازيك؟ الو. ازيك اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ منوره القناه والله. مبروك. ربنا يخليك يا حبيبتي. ان شفنا حضرتك تاني والله. ميرسي يا حبيبتي، بشكرك جدا. تحيا مصر ومنوره الدنيا كلها والله. ربنا يخليكي. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحيه وفي مليون اتجاه. بصوا الست المصريه، بصوا الستات المصريه، بصوا الستات قد ايه، بصوا الستات قد ايه، بصوا بجدعان، بصوا يا جمال يا مصريين يا مصريات. مين؟ علا. ممكن ما نوطيش المزيكا عشان احنا في احتفاليه دلوقتي. الو. ازيك يا علا؟ ازيك يا مدام ريهام؟ عامله ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله. انت قمر 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 قمر، وانا بحبك قوي والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. نزلتي انتخبتي ولا لا؟ أكيد طبعا. برافو عليكي، برافو عليكي، بشكرك جدا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.
تحيا وعيونها تمل صحيا. سما من المطرية. ازيك يا استاذة ريهام؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ كله كويس الحمد لله. انتخابات في المطرية عاملة ايه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. انا بحبك جدا. هتنزلي تنتخبي ولا انت لسه صغيرة؟ انا عندي 10 سنين. 10 سنين يا حبيبتي. يبقى نقول تحيا مصر مع بعض. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. لينا من بعيد وحسب كل الناس نزلت. وبكرة اخر يوم. لازم ننزل كلنا. لازم نعمل رقم فولاذي قدام العالم. لازم اللي كان مستني ان احنا ما نعملش ارقام كويسة يعني ايه نقول له هارد لك. حظ سعيد المرة القادمة. مفيش مرة قادمة. هنفضل طول الوقت واحد. وطول الوقت صوتنا واحد. وطول الوقت نفس واحد. احنا المصريين محدش يقدر يجي جنبنا. احنا المصريين دايما 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 متحدين. ودايما بنحافظ على بلدنا. دايما. مين؟ مين؟ أم آدم من الجيزة. أهلا بيكي أم آدم. وفي مليون اتجاه تحيا ألف مرة. تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. بصوا أنا عايزاكم تركزوا بس في اللي بيحصل في الشاشة ده. إمتى طيب إمتى التقارير بتاعتنا نازلة بتاعت بولاق؟ ها؟ بكلمهم إمتى تقارير بولاق نازلة؟ طب من فضلك. تحيا وعيونها تمل صحية وعيونها في كل ناحية. وفاء من القاهرة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ نورتي الشاشة يا حبيبتي. أنت اللي نورتيني. يا رب يخليكي. أخبارك إيه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. وهتتابعينا دايما بقى على القناة إن شاء الله. طبعا يا حبيبتي طبعا. أنت نورتينا وفرحانة بيكي قوي. ربنا يخليكي. نزلتي انتخبتي ولا لسه؟ آه نزلت امبارح الحمد لله. جدعة. جدعة والله. آه والله العظيم. أنا بشكرك جدا. تحيا مصر. تحيا مصر. هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها سرحت. بصوا الزغاريط دي بقى. انا عايزه الزغاريط اللي على الهوا دي. عايزه اوريكم الشعب المصري فرحان قد ايه. انا عايزه الزغاريط بقى. عايزه الزغاريط بتاعت الصعيد وبتاعت الشرقيه وبتاعت الغربيه والاهليه وبني سويف وكفر الزيات وكفر الدوار والاقصر واسوان وانا وبني سويف والمنيا وناسيه ايه تاني؟ ناسيه ايه تاني؟ دعاء من القاهره. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ازيك يا دعاء؟ اخبارك أهل ايه؟ اهلا. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا مبسوطه بيكي قوي. نزلتي طيب انتخبتي؟ قوي. ربنا يخليكي. نزلتي انتخبتي ولا لا؟ اه ان شاء الله بكره. اوعي اوعي اخر يوم بكره. لا ان شاء الله بكره. ان شاء الله. تحيا مصر. امري هان. تحيا مصر. مين؟ مين؟ اكتشفت ان البطاقه خلصانه ماليش انتخاب. زعلان قوي. انا بشكرك جدا. انا بشكرك. لا العفو على ايه. كان نفسي انزل انتخب بس للاسف. تحيا انا بشكرك. وفين انا عايزه اطلع فاصل دقيقتين بس وارجع لكم. اوعوا تروحوا في اي حته. طلعني بس فاصل دقيقتين. I'm gonna make you mine.
الرسول لخطوة عايشة هي رايحة فيه انك تنزل وسط الناس وتبقى سعيد جدا جدا وسطيهم ولامس السعاده دي بايديك. يعني احنا النهارده انا متاكده وانا قاعده هنا ان انتوا بتغنوا معايا صح، ولو معكوش علم مصر برضو هتحسوا ان انتوا بترفعوا علم مصر باحساسكم، ومبسوطين زي قوي 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 ببلدنا، مبسوطين ان احنا قدرنا نعدي كل الصعاب دي، قدرنا نتخطى كل حاجه بتضايقنا وكلها كانت حاجات خارجيه بره ايدينا، وكلها حاول ناس كتير تبوظ لنا الدنيا بس ما نجحوش ابدا. والحمد لله اي مؤامره اتعملت او اي حاجه الحمد لله عديناها، لان الله سبحانه وتعالى راضي عن البلد دي وراضي عن شعبها وعن ناسها، وان شاء الله باذن الله نكمل على طول. طيب فين التقارير اللي كانت معانا؟ لا التقارير اللي كانت معانا عندنا لا فين؟ مش في اتنين؟ انا بص بيقولوا لي خبر حلو بيقولوا لي خبر وحش. احنا معانا تقارير دلوقتي ان حتى الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصه، كان معانا البطله اميره اللي كانت بتغزل النول ببقها، نزلت انتخبت النهارده. انا عايزه اعمل مداخله معاها، مش عارفه من كتر تليفوناتكم مش عارفين نمسك خط عشان انتوا بتردوا. خلاص المره الجايه بنحيي اميره وبنحيي سمر وبنحيي كل ذوي الاحتياجات الخاصه والناس المصابه بالشلل الدماغي وغيره، اللي فعلا حرصوا النهارده ان هم ينزلوا ينتخبوا. ولكن انا مش هقدر اخذل كل الناس اللي موجوده على التليفونات دي، انا مش قادره اقول لكم كل ما التليفون بيرن كده انا قلبي بيعمل ازاي، لان ربنا كريم وعظيم جدا 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 انه يحشد جمهورنا في الوقت القليل قوي قوي ده. يعني القناه تصلح التقنيه امبارح يبقى عندنا هذا الحشد من الناس وجمهورنا يجي ورانا، دي ده كرم من ربنا كبير جدا جدا جدا. فانا هفضل اخد تليفونات واسمع صوتكم ونقول تحيا مصر مع بعض. سما من الأقصر اهلا وسهلا. سمر اي السلام عليكم. ازيك يا سمر؟ عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ايه الاخبار يا مدام ريهام؟ الحمد لله كله تمام. انا على فكره ليا سنتين على نفسي نكلمك، يعني مش عارفه نوصل لك ازاي. وصلت الحمد لله. الحمد لله عليك يا رب، ده من دعواتي وصلاي من ربنا تقبلني وانا مش قادره اوصل. يا حبيبتي ده شرف ليا والله، ده شرف ليا مكالمتك والله. شكرا ليك يا رب اول حاجه. والله العظيم الحمد لله الحمد لله، ده انتوا اجمل ناس في الدنيا والله. وانا بقى يعني مكالمتكم بتغير الحياه بالنسبه لي. نزلتي انتخبتي ولا لسه؟ انا معايا جدي تعبان ومش نقدر نطلع نسيبه، يعني عشان كده ما راحش انتخبت النهارده. بس نقدر نقول تحيا مصر. تحيا مصر يا مدام. تحيا مصر بشكرك. حنين من الجيزه. الو. يا حنين تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. أشكرك. تحيا ألف مرة. تحيا مهما يجرى.
اللي زرع في قلوبنا كل الحب ده بصراحة شديدة هو الريس. هو اللي خلانا دايما يبقى عندنا تحدي. صراحته وشفافيته اللي بعض الناس ما حبتهاش في فترة هي اللي خلتنا على طول نصدقه وعلى طول نؤمن ان احنا مكملين. طبعا الاراء مختلفة، ولكن انا بقول رأيي كمواطنة مصرية دلوقتي. قد ايه الواحد حاسس ان هو في ايدين امينة، وقد ايه الواحد حاسس ان هو ان شاء الله باذن الله باذن الله هيبقى عايش في احسن بلد في الدنيا. وهي هي حلوة قوي بشعبها والله، وبطيبتها وبوقفتنا جنب بعض والله هي حلوة قوي، بس هتبقى احلى، هتبقى احلى واحلى بيكم. تحيا مصر. قالوا لي بسمع دمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتير في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا. مين؟ مين معانا؟ انتصار من الأهلية، أهلا بيكي. اهلا بيكي. ازيك يا انتصار، عامله ايه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. نزلتي انتخبتي ولا لسه؟ لا ما انتخبتش لسه، بكره باذن الله. بكره باذن الله وعد. بوعد باذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. اشكرك. تحيا مصر. كله بيتكلم عشان يقول تحيا مصر. كلنا من كل محافظات مصر، الأقصر وأسوان وسوهاج والأهلية والشرقية والغربية وكفر الدوار وكفر الزيات، كل حتة في مصر بيدخلوا عشان يزغرطوا ويقولوا تحيا مصر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية. أم مالك من بني سويف؟ حبيبة قلبي عاملة إيه؟ عاملة إيه أنتِ؟ حبيبتي وحشاني. كله كويس والله، وانتوا وحشني قوي. اخبارك ايه؟ والله ربنا يخليكي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. اشكرك. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى ونهاية الحياة. مش عارفين يكلموا الناس من كتر ما التليفون بيرن. منى من اسكندرية، أهلا وسهلا. أهلا بيكي، أنا مبسوطة جدا إن أنا شايفاكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، بشرف ليا. أنا مبسوطة قوي إنك كلمتينا. وأنا إحنا يعني بصي معاكي من لما تكوني إحنا متابعينكم ونزلنا القناة، وإحنا نزلنا القناة عشان خاطرك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وهي والله هتبقى أحسن قناة في الدنيا بإذن الله، بيكو بيكو ومساندتكم لينا بإذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر، بشكرك. فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علامها سرحت وتخيلت قصر. شيرين من الأهلية. شيرين. ألو. أيوة. أنا حبيبك، أنا بحبك قوي. أنت عندك كم سنة؟ 11. أهلا وسهلا. أنا بحبك قوي. وأنا كمان بحبكوا قوي. مش عارفة اتفرجي على البرنامج؟ طبعا. بجد؟ بجد. وبيعجبك قوي؟ طب الحمد لله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. عروسه لابسه طرحه جايه لينا من بعيد. طيب احنا معانا بطله، معانا بطله اسمها اميره. واميره هتعرف تجيب لنا فيديو تايب ليها؟ نوري الناس بتعمل ايه؟
فين؟ طب ورينا الأول أميرة قبل ما ناخدها. أميرة العظيمة، إحدى الفتيات المصريات العظام، العظام بجد كلمة عظيمة. أميرة فتاة عظيمة، فتاة مصرية عظيمة. بصوا أميرة بتعمل إيه. أميرة عندها شلل دماغي، ما بتتحركش وما بتتكلمش وما بتعملش أي حاجة. أنا عايزة وهي بتغزل على النور لو سمحت نوري الناس بتعمل إيه، إنها بتشتغل كمان. أميرة عندها كم سنة؟ أميرة 13 14 12 سنة. أميرة عندها 12 سنة وزي ما قلت لكم بصوا بتعمل إيه، بتغزل عنول ببقها وبتعمل شغل عظيم. لا تملك الحركة ولا تملك القدرة على الكلام، ولكنها فتاة مصرية عظيمة بتقول تحيا مصر بصوت عالي جدا بالفعل. هذا الفعل، دي واحدة بتقول تحيا مصر ويحيا المصريين وتحيا المصريات وقد ايه احنا شعب عظيم. النهاردة أميرة صممت تنزل مع مامتها الانتخابات. ورونا كده وهي نازلة الانتخابات. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة بأميرة وبغيرها، تحيا مصر ألف مرة بأميرة واللي زيها، بجد تحيا مصر ألف مرة بأميرة واللي زيها. فين وهي نازلة الانتخابات؟ ورونا. صممت تنزل على كرسي هي ومامتها. بصوا الجمال، بصوا الجمال والوطنية، بصوا الجمال، والله أشعرت، بصوا الجمال، بصوا الترحاب كمان بيها. بصوا قد ايه احنا بقى عندنا حس وطني ان كل الناس في اللجنه رحبت باميره. بس هي مش ممكن عندها 12 سنه ازاي وبتنتخب؟ تقولوا لي حاجات غلط صح؟ ما بيردوش عليا بقى. هنيكوا. اكيد مش 12 سنه، انتوا متخيلين بس انها صغيره، عشان يعني ربنا يشفيها يا رب. لكن هي نزلت انتخبت بنفسها، ده معناه ان هي يعني بلغت من سن الرشد. انت عظيمه يا اميره. 32. امال مين؟ طب مين الاستاذ اللي قالي 12 في ايه؟ مين اللي قالي؟ بسال مين اللي قالي. وحسب كل خطوه عارفه هي رايحه فين. عايزه اميره وهي بتغزل على النور لو سمحت. أميرة. ألو. أم أميرة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بأم العظيمة. أهلا بحضرتك. والله أنا فخورة جدا 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 بجد ببنتك، وأي حد هيبقى فخور جدا بيها. يعني تحدت الإعاقة وتحدت الظروف وتحدت كل حاجة وبتشتغل وبتنتج ونزلت الانتخابات. ويعني أقول إيه؟ طيب أقول إيه يعني؟ عندها إصرار، عندها إصرار وعزيمة. يعني أنا بشكرك جدا، وهي أكتر واحدة بتقول تحيا مصر، أكتر واحدة بتقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بيك يا أميرة، والله تحيا مصر بيك وبأمثالك. ورونا الانتخابات مرة تانية. أم محمد من سوهاج أهلا بيكي. أهلا يا مدام ريهام، وحشتيني يا مدام ريهام. والله وأنتي وحشتيني قوي.
تعبت يا مدام رهام لما لقيتك وعرفت القناة واحدة والله حبيبتي جايت لي هي على قناتي هي. أنا أسفة على تعبكم والله، كل واحدة تتكلم من الصعيد تقولي تعبت لغاية ما لقيتك، تعبت لغاية ما لقيتك، والله أنا أسفة. يا مدام رهام أعرفك من أيام المحور. أهلا بيكي والله مشرفاك. سني 67 سنة بس بحبك خالص خالص يا مدام رهام. ربنا يديكي طولة العمر يا حبيبتي. ربنا يديكي الصحة ويخليكي. تفضلي وأسمع صوتك على طول بإذن الله. إن شاء الله يبعد عنك ولاد الحرام والوحشين. يا حبيبتي ربنا يخليكي. تعيش يا حبيبتي تعيش. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. لابسة طرحة جاية لينا من بعيد وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوا بقى. اتأخروا عليكم في التليفونات عشان ضغط التليفونات رهيب. أنا بشكركم بشكركم والله كل ما التليفون ده بيرن بشكركم وبقدركم وبحترمكم على هذا الإقبال على البرنامج. بيحسس الواحد إن عمره ما ضاعش وبيحسس الواحد إن هو فعلا فعلا إن يوصل لقلوب الناس تعب قوي ولكن تعبه ده جاب نتيجة في الآخر. بشكركم بشكركم والله بشكركم جدا جدا. مريم بورسعيد أهلا بيكي. إزيك يا أستاذة رهام؟ إزيك يا مريم عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت كبيرة ولا صغيرة؟ صوتكم كلكم رقيق قوي. 35. ونزلتي انتخبتي ولا لسه؟ رحت النهارده بس كان زحمه هيروح بكره. كان زحمه صح؟ زحمة الحمد خالص. لله. خلاص بكره تنزلي حتى لو زحمه. انا من معجبينك. ربنا يخليك يا حبيبتي ده شرف ليا. هتنزلي بكره حتى لو زحمه وعد؟ اه طبعا وعد ان شاء الله باذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. في فيديو؟ معانا مثال اخر عظيم عظيم عشان تعرفوا عشان تعرفوا والله اني لما بقول المصريين دول عظام انا مش بقول اي كلام مش بقول كلام انشا يعني انا مصريه فلازم اكون فاهمه ان احنا عظام بس لما بقول كده بقولش لا احنا شعب عظيم احنا شعب عظيم عظيم وجمال وكبار وعندنا وعي رهيب ومتحضرين. بصوا بصوا الجمال. طيب هي فين؟ طيب هي فين يا خضر؟ اسمها ايه؟ بركة كمال شنودة. بتمضي برجليها. ممكن تعملي بس فيكس على بتمضي برجليها دي عشان اوريكم بس. بصوا عظمة المصريين. بصوا عظمة المصريين والجمال. بصوا احنا هنعمل ايه في العالم. بصوا احنا هنوري ايه للعالم. بصوا احنا هنقول رسالة قوية ازاي. بصوا احنا جمال ازاي يا جماعة. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. انتوا بتتاخروا قوي عليا في التليفونات كده انا عارف انكم. يا بركه. ايوه يا سيدي. ازاي ايه الجمال اللي انت عملتيه ده؟ هات لنا صورتها. طيب يا احمد. احمد والنبي تركز معانا شويه. ازيك يا بركه. ازيك يا سيدي. ايه الجمال اللي انا شايفاه ده؟ انت الجميله صدقيني بجد والله. قولي صممتي تنزلي تنتخبي؟ ها؟ صممتي انك تنزلي تنتخبي؟ انا كل انتخابات بصمم ان انا انزل. برافو عليكي جدعه والله. هتقولي معايا تحيا مصر؟ انت قلتي خلاص بس نقول تاني. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. ملك من اسكندريه اهلا وسهلا. الو. ازيك يا ملك؟
الحمد لله تمام، بحب حضرتك قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا بقيتش عارفه انتوا صغيرين ولا كبار، كلكم بقى. لا انا 19 سنه، انا بحب حضرتك قوي من زمان قوي، نفسي اكلم حضرتك. ميرسي يا حبيبتي، اتكلمنا اخيرا، ولازم تكلميني كل سبت حد اتنين. اكيد طبعا، لازم. بحب حضرتك قوي بجد، منوره الشقه كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، بشكرك. تحيا مصر. مصر والمصريين والجمال، مصر والمصريين والجمال اللي انا شايفاه والله. بشكرك يا رب والله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الامن والامان، الحمد لله على الاستقرار، الحمد لله على الاتحاد، الحمد لله على الايد الواحده والصوت الواحد، الحمد لله الحمد لله. وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. طب انتوا عارفين تاخدوا تليفونات ولا لا؟ عارفين تاخدوا تليفونات ولا لا؟ أم ندى منين؟ أم ندى هيثم. منين؟ من الأمرية؟ أهلا بيكي. من الأمرية. أهلا بيكي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر يا مدام رام. تحيا مصر يا حبيبتي. تعالى يعني. تعالى والله أنا رحت مع ماما. رحت مع ماما. تحيا مصر. تحيا مصر، بشكركم. يا حبايبي بيتكلموا عشان يقولوا تحيا مصر بس. في شعب أجمل من كده في الدنيا؟ يعني أنت ممكن في أمريكا تقعد تتكلم في تليفون عشان تقول تحيا أمريكا؟ والله ما تحصل. بصوا الناس تحب بلدها ازاي. هنفضل نقول تحيا مصر للصبح. سرايا من القاهرة، اهلا بيكي. ازيك يا استاذة ريهام؟ ازيك يا سرايا، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا انتخبت النهاردة. برافو عليكي، برافو عليكي. وكان زحمة؟ جدا. الحمد لله. التوابير. الحمد لله، الحمد لله يا حبيبتي. انا بحبك قوي. هنقول تحيا مصر مع بعض؟ تحيا مصر. تحيا مصر، بشكرك. بتبتسم لفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها. احمد خلينا فول سكرين شوية وبعدين هات لنا لقطات تانية مختلفة، احنا عندنا 1500 فيديو جوه. نعم سامعني؟ عندنا 1500 فيديو جوه، مش لازم نعيد. خليها فول سكرين لغايه ما تجيب لنا فيديوهات تانية عشان نوري الناس العجب اللي حصل النهارده في كل الحتت. ماشي؟ مين معانا؟ زينب من هنا، اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا سوري؟ ازيك يا زينب، اخبارك ايه؟ تمام، انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، شكرا. ام شهد، خدي كلمي. شهد ايه؟ عايزه اتكلمي يا شهد. دي اتكلمت امبارح؟ اتكلمت. الو. ايوه يا شهد. ازيك؟ انت كلمتينا امبارح؟ اه. اهلا وسهلا، انا عايزاكم تتكلموا كل يوم كده. انتخبت. وانت خبتي؟ قلت لي هنتخب بكره، انتخبتي؟ انتخبت النهارده. جدعه. هي من زاويه الاحتفال الخاصه، بقول لك انا انتخبت النهارده. انا عارفه، انا عارفه. برافو عليك يا حبيبتي، برافو عليك. تسلمي تسلمي، ربنا يباركلك. ربنا يخليكي. تحيا مصر يا حبيبتي. والله العظيم نورتي بلاد كلها. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر 100,000 مره. وعيونها تملي صاحيه، وعينها في كل ناحيه، وفي مليون تحيا. غنوا معايا في البيت، كل الناس اللي في البيوت تغني معايا. علي يا احمد. لنهايه الحياه. قالوا لي في جمله واضحه حط فيها اسم مصر. الحاجة بهجة من البحيرة، أهلا بيكي. أهلا بيكي يابا. ازيك يا حبيبتي؟ الله يسلمك يا حبيبتي. ناس كتير قوي نزلت انتخبت في البحيرة. أنا انتخبت من الآن. وأنت انتخبت؟ جدعة جدعة. أنا بشكرك.
تحيا مصر حرة تحيا أبو عبد الرحمن من أكتوبر. ألو أهلا بيكي. عاملة إيه؟ إزيك أخبارك إيه؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي كله تمام الحمد لله. ابني عايز يقول لحضرتك تحيا مصر. يلا اسمه إيه؟ عبد الرحمن. يا عبد الرحمن بس أنا بقول لها اسمه إيه وأنا بقول لسه إيه لأمها. تحيا مصر تحيا مصر. برافو يا عبد الرحمن بشكرك. وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة. أنا بس بفكر كده في الناس اللي كانت مستنية تشمت فينا والناس اللي كانت عاملة لنا مؤامرات والناس اللي بتتكلم علينا والناس اللي فضلت يعني يمكرون. الحمد لله. سارة من الجيزة. لا بجد الهام سعيد معايا. اهلا يا سارة. لا مش مصدقة بجد يا سارة معايا. انا بحبك قوي 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 قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. نزلتي انتخبتي ولا لا؟ والله نزلت انا وجوزي النهارده والدنيا طبعا كانت موت موت موت. هو انتخب وانا قلت لا هاجي بكره. بكره لازم حتى لو زحمه. لا طبعا يا رب يديم الزحمه يا رب يا رب يديم الزحمه. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. بشكرك. اقبال من المصريين لم يسبق له مثيل من قبل. اقبال من المصريين لم يسبق له مثيل. مين؟ ليلى من البحيرة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ليلى؟ عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ ممكن تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون؟ تمام. تحيا مصر تحيا مصر. بشكرك. شيماء من الجيزة. هاي شيماء. ايوه لو سمحت عايز اكلم مدام ريهام. انا اهو مدام ريهام اهو. ازيك يا شيماء؟ ازيك يا مدام ريهام؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. دي زغروطه مصر صح؟ دي انا والله لو اقدر ازغرط بس ما ينفعش مذيعه تزغرط. انت ريهام سعيد. انت ريهام سعيد. ايوه انا ريهام سعيد. تحيا مصر. بشكرك. تاني يوم شيماء من القاهرة. بحبك جدا. عاملة ايه؟ الحمد لله انا بحبك جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. نزلتي انتخبتي ولا لا؟ الحمد لله جدعة جدا. الحمد لله. وكان زحمة وكله تمام؟ كان زحمة جدا. الحمد لله. بشكرك. تحيا مصر. كان من زمان. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. الله. شيماء من الأليوبية. مدام ريهام. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله مدام ريهام منوره قناه هي. ربنا يخليكي حبيبتي منوره بصوتكو. والله منوره بصوتكو. اخبارك ايه؟ انتخبتي ولا لسه؟ لا لسه والله. بكره. حاضر حاضر. بكره. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. انا مبسوطه قوي بيكو. مبسوطه قوي بيكو. مبسوطه قوي قوي بيكو والله. وبمصر وببلدنا وبالامن والامان والاستقرار والفرح اللي احنا فيها. الحمد لله. مين؟ ريهام من المنوفيه. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه ريهام؟ ازيك يا ريهام؟ وحشاني كتير والله. عامله ايه؟ اول مره اقول اسمي. عامله ايه؟ والله بقالي كتير بدور على القناه. لقيتيها؟ ايوه طبعا. قولي لاصحابك بقى والقرايبك والاهلك لقيتيها فين؟ اكيد طبعا هقول لهم. انا مبسوطه قوي انك كلمتيني. حبيبي قلبي والله انا بحبك جدا. حبيبتي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. تحيا الف مره. مروه من القاهره. اهلا بيكي. ازيك يا مروه؟ مروه. الو. ازيك يا مروه؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟
تمام الحمد لله. انا بحب لله. حضرتك جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. عامله ايه؟ كله كويس الحمد. ونزلتي انتخبتي ولا لا؟ هنزل بكره ان شاء الله. اوعى يا مروه. لا لا هنزل ان شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، بشكرك. الناس اللي بتسمعنا من التلفزيون بتسمع صوتي بعدها، فاللي يكلمنا يوطي التلفزيون خالص ويسمعنا من التليفون. اللي يكلمنا يوطي التلفزيون خالص ويسمعني من التليفون. مين؟ ام فارس من اسكندريه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا ام فارس؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. اكلم حضرتك ويقول لك صح يا مصر. هاتيه يلا. يوسف. يا يوسف. يا استاذ رهاب. ازيك يا يوسف؟ تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. اسامه من الاقصر اهلا بيك. الو. تاخرت ليه؟ يا كابتن رهاب. تاخرت علينا ليه؟ اهلا بيكي. وحشتوني قوي. والله معلش ما بدي بنتصل مشغول. مشغول معلش. شرفتنا ونورتنا والله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر من الصعيد دي مختلفه خالص. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كل البيت عندكم يقول معانا تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. تحيا. تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. يا جمالكم يا مصريين. يا جمال مصر. والله والله ما هتتكرر. ولا في بلد اي في اي حته في الدنيا زيها، ولا في جمالكم يا مصريين. والله 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 ان احنا ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا، وباذن الله هنعلى، وباذن الله هنكبر، وباذن الله هنعمر، رغم انف الحاقدين والفاسدين، رغم المؤامرات، رغم الظروف الصعبه. ربنا معانا، ربنا معانا، وباذن الله بقياده حكيمه جدا جدا هنعدي باذن الله. موجودي من الجيزة. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طب الحمد لله. انا مبسوطة. شايفاني؟ انا بغني من امبارح. انا مبسوطة اني بغني من امبارح. وانا مبسوطة اكيد زي ما حضرتك مبسوطة. ومبسوطة ان انت معانا، ومبسوطة انكم نورتوني بصوتكم. مع حضرتك ومش اخر مرة خالص. هستناكي. طبعا مش اخر مرة يا استاذة رهاب. كل سبت حد اتنين باذن الله. مساء الكريم. انتخبتي ولا لسه؟ اه طبعا نزلت. برافو عليكي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. سحر من القاهرة. ازيك؟ ازيك يا سحر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. كله تمام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. الحمد لله. احلى حاجه الفرحه اللي انت عاملاها والجو الجميل. الفرحه بتاعت الشارع مش قادره اقول لك. راجعه من الشارع الفرحه منقوله لي. حقيقه حلوه قوي 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 قوي. احنا جمال قوي بجد. الانتخابات دلت على سلوك جميل للشعب المصري وصوره مشرفه حقيقه يعني. الحمد لله. العالم كله. الحمد لله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. كلكم تغنوا معايا في البيت. كلكم هسمع صوتكم بقلبي. هسمع صوتكم بقلبي. علي يا احمد. تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. لين من كفر الشيخ. لين. اهلا بيك يا لين. عامله ايه؟ انت عندك كام سنة؟ عندي 6 سنين. 6 سنين؟ وبتحبي مصر؟ تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ايه ده عرفتي؟ ايه؟ ايه ده هتشتغلتي؟ هنتهي بالسيسي خلاص. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.
مصر مشكورة. وعيونها تنل صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. أم مي ألو ازيك يا أم مي؟ ازيك يا أستاذة ريهام؟ عاملة ايه؟ منوره القناه كلها. بصي صوتكم مخلي فيه بهجه وفرحه في الدنيا ازاي. انا قلت تحيا مصر يا استاذه ريهام، انا بحبك قوي يا حبيبتي، ربنا يخليكي والله. الدنيا بتكلم حضرتك، الدنيا مليانه بصوتكم والله. اسمها ايه؟ الو. ايوه ايوه، انا اول مره اكلم حضرتك يا استاذه. مش اخر مره. اه يا حبيبتي اكلمك على طول على طول، هنستناكوا. بقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. احنا على الهواء مباشرة بدون اي شيء، بنستقبل مكالمات على الهواء مباشرة من كل محافظات مصر بصوت عالي جدا جدا جدا، بتقول تحيا مصر وبتقول كلمتها بصوت واحد وكلمة واحدة، عايزين فلان عايزين فلان. كل مصر متوحدة على كلمة واحدة، ملحمة حب وملحمة وطنية لم يسبق لها مثيل. وهحط تحتها 30 خط، انا ست عندي 49 سنة، اللي انا شايفاه ده ما حصلش قبل كده ابدا ابدا ابدا. وده ان دل عن شيء يدل على ان احنا بيحصل لنا نضج كبلد ونضج كشعب، وان احنا ناس عرفنا خلاص طريقنا ومش هنغيره ومحدش هيوقفنا عنه ابدا مهما حصل مهما حصل. تحيا مصر يا مصريين. آية من القاهرة، عاملة ايه؟ ازيك يا آية؟ مش مصدقه ان انا بتكلمك، اقسم بالله بحبك قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، انا مبسوطه قوي ان انا بسمع صوتك. والله انا اشتريت الزيبر اتش دي عشان انت بس موجوده في ده. احنا غيرنا، بقينا خلاص عادي موجودين في كل حته. والله انا بحبك قوي، والقناه دي هتنجح عشان انت فيها قسما بالله. والله هتنجح بصوتكم. لا والله معاي. انا بحبك قوي، مش مصدقه قلبي هيقفل فرح. يا حبيبتي ده شرف ليا والله. وخلينا فرحانين كده على طول، انا عايزه نبقى مصر فرحانه كده على طول. يا رب العيد ده يستمر طول الوقت باذن الله. انت خفتي ولا لا؟ وانت انا كل يوم بنزل والله، بتعب من الوقفه فبروح الصراحه لسه، بس بكره هنتخب. بصي هو خبر حلو وخبر وحش، يعني الزحمه خبر حلو انك ما انتخبتيش، خبر وحش بكره بقى. بكرة خلاص الثالثه تابته زي ما بيقولوا. بالظبط، وعايزاكي تستمري مع مهما كان انك عايزه توقعك. لا انت بصي، يعني بصي والله العظيم ما ينفعش ما تبقيش موجوده. ربنا يخليك يا حبيبتي، بشكرك جدا. ما فيش وقوع ولا حاجه، كلنا هنقف على رجلينا وكلنا هنعمر وكلنا هنشتغل وكلنا هنقول تحيا مصر وكلنا هنكبر بلدنا، وما فيش حاجه اسمها وقوع ابدا ابدا لاي حد فينا ان شاء الله باذن الله. الاء من الاقصر، اهلا بيكي. اهلا استاذ ريهام، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. تاخرتي علينا ليه؟ ايه؟ تاخرتي علينا ليه؟ والله يا سيمتي النهارده الحق كان مسحول معانا. وحشتينا قوي. وانت اكتر. طب وانتخبتي ولا لا؟ اكيد انتخب. بجد ولا ايه؟ انتخبتي؟ ايوه. طب تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. من قلب الصعيد تحيا مصر، بشكرك. ولاء من حلوان، اهلا بيكي. ازيك يا استاذه ريهام؟ ازيك يا ولاء، عامله ايه؟ الحمد لله، انا كلمت حضرتك امبارح. وهتكلميني كل يوم ان شاء الله. سبت حد اثنين الساعه 9 بالليل، نلتقي على خير وندي بعض دفعه كده. القناه كلها. ربنا يخليك يا حبيبتي، وعايزاكي تقولي لاصحابك ولقرايبك ولكل الناس ان احنا والله هنا. والله حيله لكل الدنيا كلها يا استاذه ريهام. ربنا يخليك يا حبيبتي، تفضلوا في ظهرنا كده. احلى حاجه في الدنيا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر يا استاذه ريهام، بشكرك يا حبيبتي. بصوا الزغاريط، بصوا الجمال، بصوا الزغاريط. انا عايزه زغاريط من كل محافظات مصر، عايزه زغاريط على الهوا من كل محافظات مصر، ونشوف احلى زغروطه منين. وعيونها تملي صحية. مين؟ جنى من البحيره، اهلا وسهلا جنى. الو. ازيك يا جنى؟ الو. ايوه يا جنى، اخبارك ايه؟ الحمد لله. شكرا. الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. وهتتصلي بيا كل يوم وهستناكي كل حلقه باذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ايوه ادي زغروطه البحيره.
اشكرك. جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتير. احنا عندنا انتخابات هتعمل ارقام لم يسبق لها مثيل، نسبة الحضور هتبقى ان شاء الله بإذن الله رقم مرعب، هيخض العالم هيخض العالم. قد ايه احنا جمال وعظام، قد ايه. مين؟ الو، ام تامر من اسكندريه، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منوره نورك. وتحيا مصر. تحيا مصر يا حبيبتي بيكي. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، انا بالنسبه لي واحده عندها فوق 60 سنه اول مره انتخبت امبارح. انتخبت عارفه ليه؟ قوليلي. عشان برغم كل الظروف اللي احنا فيها، لكن عايزه اقول ان احنا متمسكين برئيسنا، وربنا يحميه ويحفظه ويحفظ لنا بلدنا كل الظروف اللي احنا فيها، بس احنا لسه عايزينه وواثقين فيه وفي بلدنا، وان شاء الله ان شاء الله مصر محروسه بكل اهلها الطيبين. شكرا جدا. تحيا مصر. وحش قوي، وحش قوي. فين ممكن تحطوه؟ ويندو كده. مين؟ ام شريف. ام سيف من شرقية، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ازيك يا ام سيف؟ عامله ايه؟ كله كويس الحمد لله بخير. وقالي كان عايزين يكلموا حضرتك. يلا. انا انت اسمك ايه؟ سارة. ازيك يا سارة؟ الحمد لله. بتحبي مصر يا سارة؟ اه. قوي؟ اه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. انت عندك اخت عايزه تكلمنا؟ سير سير، عايزه تكلم مين؟ الو. ايوه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيف. انت سيف، اهلا يا سيف. اه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكركم. ومليون اتجاه. تحيا مصر حرة. تحيا الف مرة. دنيا من الجيزة، اهلا وسهلا. ازيك يا دنيا، اخبارك ايه؟ كويسة الحمد لله. انت عاملة ايه؟ انتخبتي ولا لا؟ انا بحبك قوي يا استاذه ريهام. ربنا يخليك يا حبيبتي. نزلتي انتخابات؟ نزلتي انتخابات ولا لسه؟ مش طبعا. انا بحبك قوي والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. شكرا. حسني نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسط. خلينا فول سكرين. نورة. ازيكي مدام بهاء؟ ازيك يا نورة، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا بحبك جدا جدا. الحمد لله. قولي لي بقى، ازيك عاملة ايه؟ انتخبتي ولا لا؟ لا، رايحة بكرة. ليه بقى؟ هروح بكرة الصبح. اكيد اكيد. ما ينفع، لازم. بصي احنا 120 مليون، لازم الرقم يجي 120 مليون نزل 100%. مفيش ولا حد يتقاعس ولا حد ما ينزلش ابدا، عشان احنا جدعان. اكيد طبعا. اكيد. تحيا مصر. تحيا مصر. مشكورة. وصل بسطرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة. طب أنا عايزة كل حلقة نبدأ نقول تحيا مصر، أعمل إيه؟ والانتخابات هتخلص، هنبدأ نقول تحيا مصر برضو كل حلقة، ونفتح التليفونات ونرفع أعلام مصر ونقول تحيا مصر كل حلقة. أحلام من القاهرة. ايوه يا حبيبه قلبي. ازيك يا حبيبتي؟ منوره الدنيا كلها بنورك وبصوتك. والله والله يا بنتي ربنا بيحبك ومحبب في توب الارض. ربنا يخليك يا حبيبتي. والله ربنا بيحبك واقف معاكي، كفايه دعاء الناس الغلابه اللي بيدعوني. ربنا يخليك يا حبيبتي. الهي يسيكي شر طريقك وشر العين وشر المستخبي كله. ربنا يخليك يا حبيبتي. الهي يسعدك وشايفاك وشايفه نظره عينيك وادبك واخلاقك. ربنا يخليك يا حبيبتي. بشكرك جدا. الله عليك. الله تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يو نو، يعني ايه الشعب ده؟ ايه الشعب وجماله ده؟
ايه جمالكم ده يا مصريين؟ ايه جمالكم ده والنظام والنظافة والتحضر والإقبال والوعي والنضج؟ انتوا أعظم شعب في العالم، واللي منزلش هينزل بكرة. أنا متأكدة إن اللي منزلش هينزل بكرة، عشان عايزين يبقى كده. ها نسبة الانتخابات كام؟ اللي هو يعني عارف، يعني عارفة أنا مش على التلفزيون كنت أقول لك يعني نكيد كده الناس ونقول لهم بنغيظكوا أهو 100%، نزلنا كلنا وقلنا رأينا واللي أنتوا كنتوا عايزين تعملوه ما عملتوهوش، واقفين على رجلينا صامدين جدا جدا وعارفين طريقنا فين ورايحين له بإذن الله، بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبقيادة حكيمة بإذن الله. بإذن الله إحنا عندنا حد محوط علينا كده ويخلينا في أمن وأمان طول الوقت إن شاء الله بإذن الله. أم يوسف من البحيرة؟ أم يوسف؟ ألو. أيوة. ازيك يا مدام ريهام؟ عاملة ايه حبيبتي؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله وحشاني والله. والله وانتي، ده أنا عندي جمهور في البحيرة رهيب. أنا فرحانة قوي 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 إن أنتي رجعتي تاني والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، ما طولناش الحمد لله. أنا يا حبيبتي نفسي أكلمك، ما نامتش طول الليل امبارح، عايزاني النهاردة يجي عشان تكلمي. يا حبيبتي يا عليا. خدي هانيا. 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 أنا آسفة هانيا. إيه يا مدام ريهام؟ إيه يا هانيا، دي أحلى مفاجأة في الدنيا إنك كلمتيني. انا بحبك قوي. وانا بحبك جدا ومبسوطه جدا انك كلمتيني. تحيا مصر. بتغني معايا في الحلقه ولا مش بتغني؟ اه. بتغني بصوت عالي قوي. تحيا مصر. تحيا مصر. يوسف عايز يكلمك. ايوه يا يوسف. والله تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكركم. بصوا الاحساس ان لما تبقى العيله كلها بتتفرج عليك، الاب والام والاولاد وكلهم يكلموك يقولوا بصوت واحد تحيا مصر، في اجمل من كده في الدنيا؟ ايناس من الجيزه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا ايناس، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ مبروك لمصر وربنا يصلح حال حضرتك. انتخبت ولا لا؟ اه. برافو عليكي جدعه. يا رب يخليكي. كان زحمه؟ اه جدا جدا. طب الحمد لله. طب قولوا لنا بقى تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. وفي مليون اتجاه تحيا مصر حرة. تحيا 150 مليون مرة. تحيا مهما يجرى من هاية الحياة. أم مريم الفيوم، أول تليفون من الفيوم يجيلنا النهاردة، والله يا عيب. ازيك يا مدام ريهام؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ انا بحبك جدا جدا والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. عامله ايه؟ كله كويس؟ كويس الحمد لله. تحيا مصر. انتخبتي ولا لا؟ تحيا مصر. انتخبت طبعا. برافو عليكي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. مشكورة. ام وعد من اسكندريه، اهلا بيكي. استاذه ريهام عامله ايه؟ ايوه ام وعد عامله ايه؟ الحمد لله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا ملك. دي زغروطة اسكندرانية قوية قوي. الو. ايوه. اسمك ايه؟ اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي وعد. ازيك يا وعد؟ الحمد لله. بتحبي مصر يا وعد؟ بحبها قوي صح؟ ايوه اسكندرية. ايوه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكركم. تحيا مصر. بشكركم يا جمالكم يا مصريين. انجي من اسكندريه. انجي. الو عامله ايه؟ ازيك يا انجي؟ انا بحبك قوي. شفتي الزغاريت الاسكندرانيه قويه ازاي؟ تحيا مصر. تحيا مصر. اختي اسمك عايزه اتكلمك بس مش موجوده للاسف. الاسبوع الجاي الساعة 9 ان شاء الله استناك. تبعيكي والله. بشكرك جدا. تحيا مصر. يا جمالكم انتوا قاعدين قدام التلفزيون كده فرحانين ببلدكم وبتقولوا تحيا مصر، وكلكم نزلتوا انتخبتوا، واللي مش منزلش النهارده هينزل بكره، عشان زي ما بقول لكم لازم 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 تبقى النتيجه 100%. محدش منزلش. منال من الجيزة. منال. ايوه. ازيك يا منال؟ ريهام انا عندي 55 سنة يا ريهام.
وبموت بيكي، بموت بيكي وبدعي لك ويفرح قلبك بولادك يا حبيبتي. انا يا حبيبتي. عندي 55 سنه مش كبيره، ولجنتي كانت بتالت دور وطلعت دور مش قادره وتعبانه. هو انت ليه بتتكلمي على ايد ال 55 على انها كبيره؟ لاجل حب السيسي انا طلعت على رجلي ومش قادره اطلع سلمه وارتاح سلمه. يستاهل مننا اكتر من كده. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. تحيا مصر. بشكرك. ابو محمد من الجيزه، ازيك يا مدام ريهام؟ ازيك يا ابو محمد؟ والله العظيم يا استاذه ريهام مش مصدقه ان انا بكلمك. والله ما انا مصدقه انكم بتكلموني، والله العظيم، والله العظيم ما مصدقه كرم ربنا وفرجه ابدا ابدا. يا جمالكم نور الشاشه بحلاوه. انتوا اللي منور. والله ما كنت هنور من غير صوتكم. هنور ازاي؟ كنت هقعد مضلمه لوحدي يتيمه كده. انتوا اللي نورتوا لي الدنيا كلها. والله بحسكم في اي قناه رفيع. والله والله البرنامج ده قايم بحسكم، بقاله 25 سنه قايم بحسكم. انا بشكركم جدا 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 وبقدركم جدا وعلى راسي من فوق والله العظيم. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكركم يا مصر. طب الناس تعبت مننا نروح ولا ايه؟ ناس كتير هتزعل ولا ايه؟ بيردوش عليا اصلا. ناس كتير هتزعل لو ختمنا؟ ناس كتيرة؟ خلاص مش هنختم. تحيا مصر. تحيا وعيونها تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون. مشاهد الشرقية ازيك يا مدام ريهام؟ ازيك يا مشاهد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انتخبتي ولا لا؟ ايوه انتخبت امبارح. برافو عليكي، كل اللي قال لي امبارح هينتخب النهارده انتخب النهارده، برافو عليكي. طيب وهنقول تحيا مصر مع بعض؟ عايز بنت عايزه اتكلم. هاتيها. شهد. يا شهد. خدي. ازيك يا شهد؟ عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. عليه حراس كتير. مؤاده من الجيزه. ايوه استاذه. ايوه مؤاده. عامله ايه؟ عامله ايه مؤاده؟ والله وانت كمان اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. نزلتي انتخبتي ولا لا؟ تحيا مصر يا حبيبتي. نزلتي نزلتي انتخبتي؟ انتخبت. برافو عليكي، برافو عليكي. انا مبسوطه والله مبسوطه. تحيا مصر. تحيا مصر. عاوزه اكلمك بنتي الصغيره يا اميره. نورة. نورة. نورة انا اسفه انا ليه مش سامع. نورة. تحيا مصر. تحيا مصر يا حبيبة قلبي. ازيك يا نورة؟ تحيا مصر. بتحبي مصر؟ تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. وعيونها تملي صحية وعيونها في كل ناحية. مدام اميرة من القاهرة. اهي. الو. ايوه مدام اميرة ازيك؟ ازيك الله يسلمك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. نزلتي انتخبتي ولا لا؟ انتخبت امبارح. الحمد لله. تحيا مصر. بس بنتي عايزه اكلمك. اسمها ايه؟ هنا. 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 ازيك يا هنا؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 11 سنه. وشاطره في المدرسه؟ الحمد لله. وهتشتغلي جامد عشان مصر؟ الحمد لله. ان شاء الله. طب هتقولي تحيا مصر؟ تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كل الأطفال اللي عايزة تدخل تقول تحيا مصر تدخل، وكل الستات اللي عايزة تزغرط تزغرط، وكل اللي عايز يقول تحيا مصر بصوت عالي يدخل. احنا بنحب بلدنا وهنفضل نحب بلدنا، وهنفضل إيد واحدة وصوت واحد ونفس واحد، وهنفضل ورا قيادتنا، وهنفضل نقول كلمة الحق، وهنفضل صابرين، وهيجي يوم ونقول برافو، برافو على اللي احنا صبرنا عليه عشان ولادنا ولاد ولادنا ولاد ولادنا. ان شاء الله مصر هتبقى احسن.
احسن بلد في الدنيا، وهي احسن بلد في الدنيا، هنبقى احسن من احسن من احسن بلد في الدنيا باذن الله. وعينها في كل ناحيه وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حره، تحيا الف مره. اسماء بالقاهره، ازيك يا اسماء؟ ازي حضرتك يا استاذه ريهام؟ انا بحبك قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي. بقول لحضرتك بنتي عايزه اتكلم حضرتك. اسماء ولا مين؟ ندى. بنتي عايزه اتكلم نادة. حضرتك ازيك يا ندى؟ الحمد لله. ازيك يا ريهام؟ عندك كام سنه يا ندى؟ انا عندي 12 سنه. والله بحب حضرتك ومتابعاكي. وانا بحبك جدا جدا جدا. هتقولي معايا تحيا مصر؟ تحيا مصر. انا نفسي اطلع مع حضرتك والله. هتيجي؟ هنعمل يوم تاني، هنعمل يوم تاني وكلكم هتيجوا تقولوا تحيا مصر. حتى اللي ما بيعرفش يزغرط بيزغرط. والله احلى زغروطه في الدنيا والله. احنا النهارده وامبارح اللي بيحصل ده لما يطلع حاجة مثلا في التلفزيون يقولك ده مفبركين، ده منظمين، ده عاملين. احنا على الهوا وعندنا تليفونات من كل محافظات مصر بتقول كلمة واحدة، وهو ده اللي في الشارع. هو ده اللي في الشارع، اللي على التليفونات دلوقتي ده هو اللي في الشارع. تحيا مصر بصوت واحد، ايد واحدة، متحدين ان احنا هنكمل، وهنكمل بإذن الله، وهنوصل بإذن الله. هنوصل. مين معانا؟ أم حمادة من دمنهور. ازيك يا مدام ريهام؟ ازيك يا أم حمادة؟ انا بحبك قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، وانا مبسوطة قوي انك نورتينا وكلمتينا النهاردة. بس انا عايزة طلب من حضرتك، عايزة الاستوديو بتاعك ده يبقى منور. نوره لها. فين حرب؟ لانك انت عامله ظهر الاستوديو غامق، انا عايزاه فاتح كده منور زيك. طب تحيا مصر. بصوا خايفين عليا، بصوا الجمال والنبي، يعني مركزه حتى في الديكور، عايزه الديكور يبقى منور. انا اللي طالباه منهم اسود والله. دايما اروح اقول له انا عايزه الباك جراوند اسود، عشان دايما بيخلي الوش احلى بصراحه، عشان اغششك يعني. طب ايه، نمشي ولا لسه في ناس كتير؟ انا عايزه اميره من الجيزه. يا اميره. ايوه. تعرفي تزغرطي؟ اه بعرف ازغرط. ما تزغرطي يا اميره. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يلا خد واخد يا ساجدة. بنتي عايزة تكلمك يا استاذة ريهام. ساجدة خد يا ساجدة. انا بحبك قوي يا استاذة ريهام على فكرة. ربنا يخليك يا حبيبتي. فين ساجدة، موجودة ولا ايه؟ عندها 4 سنين بتتفرج عليكي. تقولي ريهام سعيد. ريهام سعيد. تحيا مصر. بشكرك. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس. الحاجة نورة حمات أشرف اللي معانا، مبروك يا حاجة نورة. أيوة. ازيك يا حاجة نورة؟ لا أنا نرمين السقة. أنا بشكرك جدا. يعني إيه؟ أمال إيه حاجة نورة؟ مدام نرمين. ايوه اهلا بيكي. تحيا مصر يا حبيبتي. تحيا مصر. تحيا مصر. انت حمات اشرف فعلا اللي بيشتغل معانا؟ ده العمود الاساسي في البرنامج. مبروك لبنتك الاول. الله يخليك يا حبيبتي. ومبسوطه قوي ان انت كلمتينا. انا تحيا مصر. ربنا ينصرك يا حبيبتي. ربنا يخليك. ربنا ينصرك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبتي. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. وعينها في كل ناحية وفي مليون.
محافظات مصر، في مليون اتجاه فعلا، في كل محافظات مصر بيكلمنا الناس من كل محافظات مصر، الأقصر وأسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم والشرقية والغربية وكل الدنيا، كل الدنيا كلمتنا النهاردة ومبارح تقول تحيا مصر. هدى بالقليوبية، أهلا وسهلا. ازيك يا هدى؟ السوبر وصف عيد. أخبارك إيه؟ بحبك قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يا جمال قلبكم وحبكم لبلدكم. يا جمال قلبكم وحبكم لبلدكم بجد. بجد احنا إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا. وهيخلينا نقف على رجلينا أكتر وأكتر وأكتر. وعشان نيتنا دي وعشان اتحادنا ده احنا بنشجع الناس كلها ان احنا نبقى احسن بلد في الدنيا، كلنا اجتمعنا على كلمة واحدة ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. اذا كان جمهورنا التف حوالينا في الوقت القصير ده فده كرم من ربنا وتوفيق ليس يعني لينا اي فضل فيه، ولكن اللي جمعهم هو ده اللي جمع جمهورنا في ال 48 ساعة اللي فاتوا بهذه يعني الكميات الرهيبة من الناس، هو ده حب مصر. حب مصر اللي خلى كل المصريين تلتف حوالين البرنامج اليومين اللي فاتوا ويقولوا معانا بصوت عالي جدا تحيا مصر. سلام القليوبية، اهلا بيكي. اهلا بيك. ازيك يا سناء؟ الله يسلمك يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس طول ما انتوا كويسين. والله احنا ولاد وياك على طول، وطلع وياك مرتين في الجيش. والله اهلا بيكي نورونا. واحنا بنحبك من ساعه من قبل المحور كمان. كمان ربنا يخليك يا رب. لا انا كبيره مش صغيره، انا عندي 61 سنه. بتعرفي تزغرطي اكيد. ايوه زغرطي يا بنتي. يلا الله اشكرك. هدى من القاهره. يا هدى. الو. ازيك يا هدى؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي وحشانه والله. وانت قولي لي انتخبتي ولا لا؟ ايوه يا حبيبتي. انتخبتي ولا لا؟ طبعا. برافو عليكي. ايوه ده حبيبنا لازم ننتخبه طبعا. هو حبيبنا فعلا. انا بشكرك جدا. تحيا مصر. لا تحيا مصر يا حبيبتي. ده بشكرك. منال من اليومية. ازيك يا مدام رهان؟ ازيك يا منال؟ منورة الدنيا كلها والله بصوتكو. اخبارك ايه؟ قمر 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 قمر. ربنا يخليك يا حبيبتي. عاملة ايه؟ ربنا يبارك لك، احلى ام يوسف في الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبتي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكرك. ايه؟ فيفي من اسكندرية. ايه يا فيفي؟ الو. ايوه يا فيفي اخبارك ايه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. انتخبتي ولا لا؟ طبعا. طب الحمد لله. النهارده ولا امبارح؟ لا امبارح كمان. برافو عليكي والله. طب هنقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. انتوا متخيلين اللهجات المختلفه والاصوات المختلفه ولكن كلهم بيجتمعوا بقلب واحد بنفس نبرة الصوت اللي كلها فرحة، بالقلب اللي كله حب، بالقلب اللي كله انبساط. يعني بتتكلم الصعيد بلهجة غير كفر الدوار، غير السويس، غير القاهرة، غير كله بيتكلم بلهجة مختلفة ولكن مجتمعين بقلب واحد ونفس الصوت، نفس الصوت أو نفس الانبساط في نفس نبرة الصوت. قلب واحد، كلنا قلب واحد. يا هند. ايوه ازيك. ازيك يا هند؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. احنا كلمناك امبارح وبنتي عايزه اكلمك تاني النهارده. يلا. انت كلمتك امبارح علاء. يا طب ومين اللي عايز يكلمني؟ هند. مليكة. مليكة. يا مليكة ازيك يا مليكة؟ ازيك يا رهيم؟ عندك كام سنه يا رهيم؟ يا خرافي. عندك كام سنه؟ 6. 3. 3. طب هتعرفي تقولي تحيا مصر؟ تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ادي احلى تحيا مصر في الدنيا. بشكرك. ام رضا. ام ندى من الفيوم. ايوه ام ندى. ايوه يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ الله يسلمك. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. مدام رهان معايا؟ يا حبيبتي.
الو. ايوه انا معاكي. ايوه يا مدام رهان. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ نزلتي انتخبتي ولا لا؟ لسه هنزل بكره ان شاء الله. اوعي ما تنزليش. انا بشكرك. بكره. ريهام البحيره. يا ريهام ازيك؟ ايه؟ الحمد لله كله كويس. انا بحبك جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك حبيبتي. يعني ربنا يا رب كده تفضلي قدامنا على طول يا رب. يا رب يا حبيبتي ربنا ما يفرقناش ابدا ابدا ابدا. نزلتي انتخبتي ولا ايه؟ امبارح نزلت. جدعه جدعه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. مصر. وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة. أنا مبسوطة أوي 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 بمكالماتكم. أنا التليفون بيرن ما بيبطلش، لكن أنا فعلا فعلا بقالي حوالي 48 ساعة ما نمتش خالص، وكنت قلقانة جدا على البرنامج. كنت قلقانة جدا إن أنتوا ما تعرفوش القناة أو ما تنزلوهاش. لما كنت بلاقي كومنت إن أنت فين، أنت هنا ولا هنا، أنت، كنت بزعل أوي. عايزه جمهوري بسرعه يجي لنا، عايزه جمهوري بسرعه يبقى معانا. القلق ما نايمنيش خالص، ولكن جبرتوا بخاطري وبسطتوني ورفعتوا راسي، وانتوا جمهوري العظيم من زمان قوي 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 قوي. ده شق. الشق التاني اللي انتوا عملتوه لبلدكم اليومين اللي فاتوا كان عظيم 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 عظيم. وانا مهما يعني اقول لكم انتوا عظام ازاي، ومهما اقول لكم انتوا جمال ازاي، ومهما اقول لكم انتوا هتعملوا ايه والرقم اللي هيطلع شكله ايه، وعد اللي ما نزلش امبارح واول ينزل بكره وعد. انا عارفه ان جالي تليفونات من كل انحاء مصر، وكله نزل انتخب، واللي كلمني امبارح قال له انه ما انتخبش نزل انتخب النهارده. النهارده اللي كلمني ما انتخبش هينزل بكره. بكره اخر يوم، بكره اخر فرصه ان احنا نقول للناس كلها احنا مين. بكرة آخر فرصة إن إحنا نقول للناس كلها إحنا مين. بكرة آخر فرصة إن إحنا نقول للعالم إحنا جامدين إزاي، إحنا أقوياء إزاي، إحنا كلمتنا واحدة إزاي. هتعرفوا كلامي ده لما تطلع نتيجة الانتخابات. أنت صوتك ده بيفرق قد إيه، وشكلنا قدام العالم هيبقى إيه، وهيدخل استثمارات قد إيه، وفلوس قد إيه، وناس هتيجي عندنا قد إيه، لما يبينوا قد إيه إحنا إيد واحدة، وقد إيه إحنا صوتنا واحد وقلبنا واحد وبلدنا قوية إزاي. نزولكوا ده هيعمل المستحيل بعد كده. صدقوني اوعى تفتكر انه صوت ولا ورقه بتكتبها. ده رساله لكل العالم، لكل المستثمرين، لكل السياح، لكل الدنيا، ان احنا مستقرين وبلد قويه واقفه على رجليها وعارفه هي عايزه ايه. انا اسفه جدا ان انا هختم عشان انا بس تعبانه وبقالي يومين ما نمتش، لكن باذن الله تعالى سبت حد اتنين اللي جايين ان شاء الله، باذن الله باذن الله هنتقابل على خير. بس هنروح لفاصل، وبعد الفاصل ده في لقاء قوي جدا 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 انا بوصيكم عليه، وعارفين ان دي حاجه انا ما بحبهاش، وعايزاكم تسمعوا كل كلمه في اللقاء اللي بعد الفاصل ده وتصدقوها وتفهموها، وان شاء الله تبقى صحتكم. ومن غير صحه ما ينفعش، من غير صحة مش هينفع نقول تحيا مصر بصوت عالي، من غير صحة مش هينفع نشتغل، من غير صحة مش هينفع نعمر ونكبر. هنروح لفاصل ونرجع مع كلام مهم جدا. تحيا مصر. عروسة لابسة طرح. قولي حضرتك خسيت قد ايه؟ انا حضرتك خسيت 22 كيلو. في قد ايه؟ يعني شهرين ثلاثة. برافو عليك. يعني ده قليل قوي. الحمد لله. يعني لما روحت الفريق الطبي ده كنت متأكد، يعني كنت فاهم انك هتخس الكيلوهات دي في الوقت القليل ده؟ لا، هم صراحة الناس يعني كلامهم كان معايا صادق فعلا، يعني جربت يعني، لكن انا ما كنتش حابب ان انا انزل في شهر مثلا 25 30 كيلو. لا ما بحبش. خطر طبعا. خطر. طبعا. فلما كلمتهم قالوا هو في الشهرين بتنزل مثلا من 8 ل 12 كيلو. لكن الحمد لله بالفعل نزلت. وفعلا اللي وعدوني. بالظبط والله قسما بالله بالفعل. يعني اليوم الشهرين بالظبط كان 12 كيلو فعلا. بس انت مش محتاج تخس خلاص. لكن خلاص انا هثبت كده خلاص الحمد لله كده تمام. لكن الحمد لله الكلام كان. يعني انت كنت عايز 20 كيلو بس. انا كنت عايز، انا كنت 107 فقلت اثبت على 85. فهي جت معايا كده قلت كده كويس الحمد لله. طب قول لي اليوم اللي رحت فيه تكلم الفريق الطبي ده عشان تروح له، اشمعنى القرار جه في اليوم ده؟ لا انا شفت كتير. فانا اساسا عندي مشكله في ظهري، عندي عمليه غضروف في ظهري. فكروت الدكاتره بيقولوا لازم هنا الوزن لازم يخف، فانا بشتري نفسي
انا بحافظ على نفسي طبعا، كان بيفرق معايا جدا. ما هو انت بقالك مليان، بقالك شويه. اه اشمعنى بقى، ايه اللي حركك ساعتها؟ بدات اتعب. تعبت؟ اه انا ساكن في الدور الثالث، شقتي في الدور الثالث. بتعب ماشي، بتعب بصلي يعني لو انا قاعد على كرسي، ركبت بتعبني. ايوه فحسيت بتعب. طب ما انا نفسي بتعبني. احنا كده ما بنستناش غير لما بنقع عليك، فروح يا صح. يعني بقعد اعمل توعيه ان يا جماعه ما تستنوش، يا جماعه تفضلوا تتخنوا، يا جماعه ما تستنوش لما يجي التهاب مفاصل، ما تستنوش لما يجي سكر، ما تستنوش لما يجي ضغط، كوليسترول، كلها مصايب. اه يا حضرتك انا عامل عمليه الغضروف من 8 سنين. يقول لك انا باكل كل حاجه وزي الفل. ما انت مش هتبقى زي الفل. من قبل ما اعمل عمليه الدكتور قال لي قبل ما اعمل عمليه لازم وزنك ينزل من 8 سنين. اه وانا كنت يعني ساكت، لكن لقيت نفسي خلاص قلت لا هحافظ على نفسي. قعدت 8 سنين ساكت. اه والله لقيت نفسي باذي نفسي فعلا. شوف يا جماعه والله الحوار ده فعلا لازم نتعلم منه، ان ما نستناش لغايه الاخر او لغايه ما نتعب او لغايه ما الحاجه تبوظ عشان نحس ان احنا بنعمل حاجه غلط. خلاص اتفقنا كلنا ان الوزن الزايد ده وحش للصحه، فما نسمحش بيه. حتى النوم بتاعي برضو كان بتعب. اه كنتش بعرف انام، كنت بنام على جنب واحد وكان بحس ان عندي ارتجاع مرئي ونفسي بيتعبني، ما بعرفش انام، مش مرتاح في النوم. انما الوقت الحمد لله سبحان الله انا لما نزلت اكيد كان كله في بطنك صح؟ اه كان كله من الطريق. انا كان حلم حياتي ابقى الرجاله بيبقى عندها الكرش ده. ما الرجاله دايما بيبقى عندها البطن دي. آه اكتر آه حته آه ممتلئه يعني. اه كان مأثر على ظهرك ومأثر على نفسك جدا جدا. بقول لحضرتك من 2016 والدكتور بيقول لي قبل العمليه لازم تخس. اه انا عملت العمليه طبعا وفرحت، بس كان عندي كل كام شهر اتعب بظهري تاني، امشي على عكاز، انام في البيت اسبوع 8 ايام 10 ايام بنفس المشكله، اروح الدكتور يقول لي لازم تنزل لازم تخس. طب ولما خسيت بقى بجد؟ لا والله بجد. لا لا حسيت ان ظهرك خس يعني خس. اه اه لا انا كنت انا في الشتاء كان بيجي لي التعب، في الصيف كان بيجي لي التعب. الحمد لله دلوقتي بمشي كويس، نشيط، النشاط زاد برضه يعني عندي حيويه. بس محتاج تعمل عمليه برضه؟ لا الحمد لله كده، لان هو لو عملتها تاني عايز تثبيت مسامير وشرايح يبقى فيها مشكله، فكان السن بيفرق برضه. اه طب اه وتخدير بقى و... اه قلت لا ما احافظ على نفسي، انا اشتري نفسي. اشتري عمرك صح. يعني الواحد وهو يعني واقف على رجليه احسن بكتير قوي من ما هو يبقى مليان وبياكل وصحته ضايعه يعني. انا حضرتك كنت لما كنت بتعب كان بيبقى صعب ان اتحرك وانا تعبان اصلا، وعشان حد يحركني لا بيبقى صعب. انا لسه بقول لهم يا جماعه انتوا عارفين موضوع السمنه ده بيخلي الواحد يتحوج. اه لانك حتى لما تكبر او تكبر في الوزن هتبقى مش قادر تقوم تجيب ده ومش قادر تحط ده ومش قادر تنزل السلم ومش قادر تطلع، وعايز حد يطلعك وعايز حد ينزلك. وانا شفت حالات برضو عندها سمنه مفرطه تعبانين في الدور الثالث. طب هنشيلها ازاي؟ لا عارفين نحطها على كرسي ولا عارفين نرفعها بين ايدينا، مش عارفين نعمل حاجه. طب انا هستلم بابا كده؟ لا انا اشتري نفسي. صح. انا مبسوطه منك انك انت كبير يعني حاجه 50 مثلا، في بدايه الخمسينات. لا مش قصدي كبير حاجه وحشه، ما انا لا لا الحمد لله انا برضه لا الحمد لله. لكن انك تاخد القرار في الوقت ده برافو عليك. اه ما هي فرصه. ابتدى الناس تبص على ان السمنه ده مش شكل بس، دي حاجه لطيفه جدا. الناس اتغيرت عند الناس. لا ما هو في سن معين الواحد لازم يحافظ على نفسه فيه، يلحق نفسه فيه. ده سن خطر، اجراس خطر، ان مع العمر تقدم العمر العظم بيتعب، الجسم بيتعب، النفس بيتعب، كله بيتعب. حافظ على نفسك. طب قولي بقى الفريق الطبي ده اي كلام ولا شاطر؟ لا والله صراحه ما بيأثرش معايا الصراحه، ما في حاجه بطلبها حتى لو كتبتها على الواتس. ما تقولش اوعى يكونوا جايين. لا لا والله انا بقول والله. لا انا بقول والله. ما في مره طلبت حاجه واثروا فيها الصراحه. لو اتصلت تليفونيا وما حدش رد عليا بيرد عليا واتس، لو بعتها واتس بيرد عليا تليفونيا. لو قلت لهم عندي مشكله فورا والله قسما بالله مش مجامله والله. وما تعبتش خالص، ما فيش اي حاجه، كل الحكايه ان قلت بس طقتك صح؟ اه هي هو انا كنت الشهيه عندي ما كانتش مفرطه. اه كنت باكل عادي، بس انا عن نفسي انا في رمضان كنت بزيد سبحان الله، كنت على الصيام بزيد. حلويات ولا ايه؟ لا لا مش حلويات. اه سبحان الله. في ناس كده ممكن اكل بس خفيف. انا احيانا باكل اهو، انا الصبح النهارده فطرت الساعه 10 الصبح، لسه واكل من شويه واحده بتيجي بس. مش جعان؟ لا مش جعان وما عنديش اراقه الحمد لله. لكن كده الحمد لله انا كده مبسوط. احلى حاجه انك مبسوط. انا كده ممكن اروح اصوف كده ماشي. انا بشكرك. الله يكرمك وربنا يوفقك، ومبسوطه انك وصلت الوزن اللي انت عايزه. الحمد لله الحمد لله تمام. وبشكر برضو الفريق الطبي ان هو بيساعد الناس. وانا بشكرهم والله فعلا. انا فعلا بشكرهم.
في شهرين ثلاثة تتخلص من مشكلتك يعني. بص الراجل مش عارف يتحرك وظهره وجعه وثمان سنين وقصة او مشكلة ثمان سنين انتهت في شهرين، ده حاجة كويسة. كمان اللبس انا كنت عايز ابقى البس ابقى كده مستقيم. ما انت جاي ولا بس الوان اهو شيك جدا وبتاع. انا كنت ما فيش كده، ما كان حلم حياتي ان اعمل كده ابو الكوتش. ما ينفعش. ايوه ما ينفعش توتي. لا فين هوصل فين؟ ما فيش. صعبة شوية. الحاجات دي ما فيش. لا طبعا. الحمد لله بداية حياة جديدة. الحمد لله بصحة والحمد لله. الحمد لله. بشكرك. شكرا لحضرتك.